الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كنا نتحدث في مسألة رفع عيسى عليه السلام. نلخص أولا، نلخص الآن أولا، الغريب أنه وجد من ينكر رفع عيسى، وجد، وهذا بدل على أنه أحيانا في عقول ممكن تجتهد بطريقة تجعلنا لا نثق بها، وإذا بدنا نأخذ عنهم الدين بحذر. ليش؟ لأنه مع وضوح الأدلة القرآنية وأدلة الأحاديث وجد من المسلمين ناس يقول لا، ما رفعش عيسى، ويحاولوا يقولوا ليش. طيب شو الشيء اللي بدفعهم لهالكلام؟ ايش غالبا اللي بدفعهم لهالكلام؟ تركيبه هون في الدماغ. نجد احنا ناس اشكال والوان، اليوم البشر اشكال والوان في الفهم وطريقة تناول الامور. نشوف، احنا قلنا اولا الايات واضحة، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله. طيب اذا ايش كان بديل القتل؟ انه لم يقتل وانما رفع. هل هو هذا مقام الكلام عن رفع منزلته؟ لا، ما قتلوهوش، رفعناه، ثم استخدام الي، اني متوفيك ورافعك الي، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. شو يعني إليه؟ ايش يعني إليه؟ طبعا بعض اهل البدع كان قال لك ليش هو الله في مكان، وتحدثنا في الموضوع وبينا قديش سخيف هذا الطرح. طيب بعدين راح يضطروا يقولوا وانه لعلم للساعة، واضح الضمير انه برجع لعيسى، الظاهر في الايات انه الضمير برجع لعيسى عليه السلام، بدهم يضطروا يقولوها وينكروا انه من علامات الساعة، وانه لعلم للساعة. بعدين وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، وكان الله عزيزا حكيما، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. بدهم يضطروا هون قبل موته، يعني هذا دليل انه ما ماتش على فكرة لما نزلت الايات، معناته مرفوع حي. بقول لك قبل موت النص، الشخص اللي من اهل الكتاب، بينا انه هذا وجه ضعيف، طيب كل هذا ماشي الحال. طيب وايش موضوع الاحاديث المتواترة؟ افرضوا انه بدهم، اللي بتقول انه بده ينزل، طب حدا بينزل الا ما يكون مرفوع؟ ايش الاحاديث المتواترة انه بده ينزل عليه السلام؟ شو معنات بده ينزل؟ هذا موافق تماما انه مرفوع، ويكون هناك وصف لموضوع نزوله، وصف حتى ايش لابس، ممكن يناقشوا انها متواترة مش متواترة. طيب ماشي، صحيحة، احاديث صحيحة، ايش اللي بيسوغ لكم تنكروا الاحاديث الصحيحة؟ شو المسوغات؟ دليل واحد بس، بعضهم كان قال انا اجيب دليل، اشوف، قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني الرسل من قبله ماتت، قال خلا بمعنى مات. انت عمركم يا عرب استخدمتوا خلا بمعنى مات؟ انتوا استخدمتوها خلا يعني مات؟ وين سيدك يا فلان؟ والله خلا. وين خلا؟ في المقبرة. يعني وبيعتبر ايش؟ بيعتبروا قال يعني خلا بمعنى مات، هاي من المسلمات، من المسلمات. هذا بدل على انهم اهل بدعة مش اكثر، اهل بدعة، وبدل على انحراف في الفهم. بعدين اللي بدل على انحراف اكبر، كن قال يعني اللي بينكر رفع عيسى كافر؟ ايش يا اخي؟ مش كافر، اقلها عند العلماء فاسق. طيب منيح اللي فاسقين مش كافرين، هاي بتريح يعني؟ هاي بتريح؟ طب شو مسوغ تنكره؟ دليل واحد بس، انا بدي دليل واحد
من هذول الناس مقابل الأحاديث والآيات دليل واحد إنه ما رفعش، إنه لم يرفع عيسى عليه السلام، دليل واحد. طيب الآن نضيف اليوم، هذا لخصنا شوية، نضيف اليوم قضية سبق بحثناها. أحيانا من جرأتهم كن قالوا، لاحظوا الجرأة، هذا من تأثيرات النصرانية في الإسلام، هذا من هذه بدعة نصرانية. القول إيش؟ بدعة نصرانية، يعني قدرها النصارى يدخلوا كمان في الأحاديث الصحيحة والمتواترة ويدخلوننا موضوع الرفع. طب شو بيستفيدوا؟ يدخلوننا موضوع الصلب. أما الرفع شو يعني يستفيدوا منها هم؟ طب هاينا آمنا أنه رفع، شو آمنا بإيش يعني من عقائد النصارى طالما رفع؟ شوف هذه جرأة، هذه القول، الزعم بأنه النصارى أثروا فينا. وهذا أقوى دليل، انتبهوا الآن، مع أنه سبق ناقشناه، هذا أقوى دليل على أنه مرفوع. كيف يعني أقوى دليل؟ بدي تنتبهوا لهذه المسألة اللي سبق ذكرناها في درس من الدروس، بس عشان الآن المقام. بيقولوا بدعة نصرانية، على فكرة هو مثلا الأناجيل الأربعة اللي اليوم بيعترفوا فيها النصارى، وإحنا سبق قلنا أنه لحد تقريبا 325 ميلادي كان عدد الأناجيل أكثر من 100. ليش؟ لأن الأناجيل هذه عبارة عن رواية، سيرة، إنجيل برواية لوقا، الإنجيل برواية متى، برواية يوحنا، الإنجيل برواية برنابا، روايات كثيرة، كل واحد بروي. طيب كانت الأناجيل لحد 325 ميلادي اللي هي السنة اللي عقد فيها مجمع اسمه نيقيا، كانت أكثر من 100. ديروا بالكم، بيعترفوا النصارى بهالكلام، كانت أكثر من 100، وتم تحريم كل ما سوى هاي الأربعة الموجودة اليوم، وتم محاربة وإحراق وتفاصيل ومنع الأناجيل هاي. طيب في الأناجيل الأربعة الموجودة حاليا، الروايات يعني اللي هي سيرة طبعا، ويعني تسميتها أناجيل فيه شوية تجاوز، هي سيرة، بتلاحظ أنه ذهب المسيح للمكان الفلاني، أجا من المكان الفلاني، كذا لآخره. طب وين الإنجيل؟ أكيد في كلام المسيح في إنجيل وهو يتكلم يعني. طيب إنجيلين، واحد بيسموه مرقس والثاني لوقا، هذول ذكروا أنه المسيح صعد إلى السماء، صعد، ومش بس صعد، وذكر في بعضها أنه سينزل، مش في الإنجيلين. في شيء اسمه أعمال الرسل على فكرة أيضا، يعني بعد ما تنتهي الأناجيل الأربعة في شيء اسمه أعمال الرسل، يوم من أولها، أول كلام في أعمال الرسل مسألة صعود المسيح، صعوده. الغريب ها؟ لا، هذا موضوع ثاني، موضوع انصلب ومن صلب، مش موضوع ثاني. هم بيؤمنوا بأنه قام بعد ثلاثة أيام، قام، ولا ليش اسمها كنيسة القيامة؟ قال أنه يعني قام من بين الأموات وصعد. الغريب أنه الأربع أناجيل، مش قلنا روايات على فكرة، الغريب أنه أربع أناجيل بتذكر إنجيلين فقط بذكروا الصعود. طب ما هو يفترض أنها تكون الصعود قضية إيش؟ مهمة يعني، هاي إنجيلين زائد ما يسمى أعمال الرسل، هاي ثلاث أعمال الرسل، هاي ثلاث. طب ليش في متى ما فيش؟ ليش في يوحنا ما فيش؟ طب هذه قضية يعني بنساها حدا؟ هذا طبعا برجع لموضوع مناقشتنا لهذه الروايات اللي بسموها اليوم أناجيل، بسموها أناجيل. طيب ممتاز. طب هذه الأناجيل افرضوا إنها يعني 500 قبل الإسلام، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بعث 610 ميلادي. طيب خلي هذه الأناجيل كتبت في منها مثلا كتب بعد 60 سنة من المسيح، يعني بعد يعني لعند 90 ميلادي مثلا، هاي قبل 100 سنة، هاي في 500 سنة قبل الإسلام، والنصارى شو بيقولوا؟ المسيح رفع بجسده، كانوا ينظروا وهو صعد في السماء، ينظروا له وهو صعد في السماء. طيب مذام، لاحظوا الآن، مذام 500 سنة قبل الإسلام بقولوا إنه رفع المسيح
وجاء القرآن. سؤال للي بيسموا نفسهم مسلمين، الله بيعلم انهم النصارى 500 سنة بيقولوا انه المسيح رفع بجسده، بيعلم ولا بيعلم؟ بدهم المسلمين شو يقولوا؟ بيعلم. طيب ما زاموا بيعلم لما نزل القرآن وقال انه لم يصلب، وقال في موضوع البنوة انه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الى اخره، انكر الصلب وانكر. ليش تحدث في الرفع واقر الرفع وبصم عليه اذا صح التعبير؟ مين اللي قال بل رفعه الله الي؟ مين اللي قال اني متوفيك ورافعك؟ القرآن. طب ما النصارى 500 سنة بيقولوا انه رفع بجسده. يأتي القرآن ويأتي بعبارات تجعل المسلمين يعتقدون انه المسيح رفع وهو مش مرفوع. معقول الكلام؟ طب هو ولد المسيح، ولد المسيح من عذراء ولا واحدة من الزوجة؟ طب هم النصارى بيقولوا من عذراء، شو اجا قال القرآن؟ من عذراء، ملهاش زوج، زي ما قالوا بالضبط. ايش الاشكال؟ اكد على الموضوع. طب اكد القرآن على موضوع الرفع؟ نعم اكد. ايش معنى يعني من بين كل الانبياء ما تكلمش الا عن عيسى عليه السلام مرتين يقول رافعك الي، الي بل رفعه الله الي، وبكل جرأة بيقولوا هذه بدعة ايش؟ نصرانية. طب ليش القرآن بصم عليها البدعة النصرانية؟ يجاوبوا اشوف، يعطونا تفسير بدهم يقولوا الله بعلام مش كاين او ناسي وقتها. يعني ليش قال؟ ليش ما هم 25 نبي في القرآن؟ قيموا ادريس على جانب شوية صغيرة، يعني موضوعه عليه السلام، لانه هذيك ممكن يعني مش واضحة كثير، ورفعناه مكانا عليا ادريس، بنجيها ان شاء الله. لكن هون بل رفعه الله الي، رافعك الي، من بين 25 نبي ما يقولش بالرفع الا في البدعة النصرانية، واضحة. هذا من اقوى الادلة على فكرة انه رفع، انهم النصارى بيقولوا انه رفع وما قالش لا، وقال اه، ومش بس هو اللي قال اه، واحاديث متواترة بتقول بنزل. ولما يجي يقولوا بدعة نصرانية وكأنهم بيقولوا انه احنا شو موجود عند اليهود والنصارى احنا من خالفه، وهذا غير صحيح، لان القرآن قال انه هذه كتب حرفت، يعني الاصل ان الاصل انه فيها حقيقة، والحقيقة هي الحجم الاوسع على فكرة، فيها حقيقة وادخل عليها ايش. ولذلك كثير بنقرأ في التوراة والانجيل اشياء موافقة، لما يجي يقولون طب كيف هي موافقة للقرآن؟ القرآن ماخذ عن التوراة والانجيل، ماخذ القرآن، والقرآن بقول لكم من اول يوم انه هذه كتب منزلة وفيها حقيقة وحرفت. اما لو ما كانش اتفاق بيننا وبينهم دايما كان اجوا سألونا واحرجونا، انتم بتقولوا انه هاي كتب سماوية، ايش معنى يعني من الجدش اتفاق بين الاسلام وهذه الاديان السابقة؟ كيف يعني معقول ما يصيرش اتفاق؟ كيف ما صارش اتفاق وانتم بتقولوا انه من الله؟ يعني معقول اتحرفت كلها؟ بصير حج علينا اذا ما فيش احنا وياهم نلتقيش في امور، ما احنا بنلتقي فيهم بزكريا وبيحيى وبنلتقي بابراهيم في الكلام وقصة ابراهيم ومسألة لوط وقوم لوط والتفاصيل هاي كلها ما موجودة في لذلك هم بيقولوا انتم اخذينها عنا. اذا هو يعني دايما بيكون عند اليهود والنصارى اشي نقعد بنحمل عليها وبنقول بدعة نصرانية، بدعة يهود، بدعة يهود. طيب وليش القرآن قالها اذا؟ يفسروا. في ناس على فكرة حاولوا قال يفسروها، ما انتم بتعرفوا في فرقة اسمها الأحمدية، الأحمدية باختصار، هذول ينسبوا إلى ميرزا غلام أحمد، هذا الذي زعم أنه نبي وتوفي 1908. هذا غريب الرجل من نوعه، أجا قال أنا المهدي المنتظر. طيب ماشي أنت المهدي، طبعا لما مات الزلمة بدون ما تظهر العلامات في تفاصيل في المهدي، أول كل الأحاديث مش أنكروها، أولوها، لا استعفي من المسلمين اليوم بينكروها، يعني الساعة الأحمدية هذول اللي المجمع الفقهي، المجمع الفقهي بيمثل العالم الإسلامي كله اعتبرهم كفار
هذول الساعبين كروش لا بخاري ولا مسلم، شو بيعملوا؟ بيأولوا. ما هو جزء من التحريف على فكرة، جزء من التحريف انك انت تيجي للمعاني وشو تعمل فيها، تصير تحرف فيها، هذا تحريف. وهذا بفسر لك كيف حرفت الأديان لحد اليوم. في بحرف الأديان باسم التجديد وباسم باسم باسم باسم، تمام بحرف. كيف بحرف؟ ببدأ ينط في المعاني عم ايش بعيد، زي عم بقرأ لناس بغض النظر عن أسمائهم، قال في 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 موضوع يعني يتعلق بآدم عليه السلام، قال فقعوا له ساجدين، مش هيك؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا، هذه قال فقعوا له ساجدين، مش يعني اسجدوا، هذه من فقعة، من فقعة، يعني عم بخاطبهم بكلهم. لاحظ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني ما عدتش فعل أمر، فقعوا هذه صارت مش فعل أمر، معناته من فقعة، إذا من فقعة انفجروا هذولا له ساجدين. شو اسمه هذا؟ شو اسمه هذا؟ شو هو التحريف؟ طيب شو هو التحريف؟ شو التحريف؟ كثير بتشوفوا من هالنوعيات على فكرة، وإيش من المتحمسين للإسلام ولا بدهم يجددوا، يعني وكأنه التجديد يعني طيب المهم المهم خلصنا من الموضوع. طيب هاي القرآن قال انه رفع، بغض النظر كيفكم تفسروا وش معنى هذا النبي بالذات عيسى، يعني مش باقي الانبياء. طيب شوي خلينا بالله في موضوع ادريس، طالما القضية قضية رفع، رفع ايضا النبي الثاني اللي قال الله سبحانه وتعالى انه رفعه اللي هو مين؟ إدريس. إيش قال في سورة مريم؟ ورفعناه مكانا عليا. وإن كان كلمة مكان، مكان يعني بتخلي يروح ذهنك بالدرجة الأولى إنه إيش؟ رفع فعلا إلى السماء الرابعة، رفع إدريس. هذول الاثنين فقط، بس أنا اللي أوضح طبعا بشكل قاطع عيسى. هون يعني بقول لك مكان يعني مكانة، ها يعني مش تحريف مش كبير، يعني المسألة بتحتمل في اللغة، مكان يعني مكانة، مش إلي، مش إلي، مش وما قتله يقينا بل ولكن رفع. طيب إدريس، طالما احنا في موضوع الرفع شوية، الغريب انه كثير من كتب التفسير قديمة وحديثة لانهم بيعرفوش اشي عن ادريس بالمرة، بيعرفوش اشي عن ادريس. طب كيف لازم يقولوا اشي؟ يعني مش معقول تعرفش اشي لازم تقول اشي. من هو ادريس؟ كثير منهم قال هو اخنوخ. احنا بنسأل ادريس، احنا بنسأل ادريس، صار اخنوخ كمان اسمه مش ادريس؟ هذا بتجدوه في كتب تفسير معاصرة وقديمة، كان قال لك هو اخنوخ. طب شو يعني اخنوخ؟ منين جبتوا انه ادريس هو اخنوخ؟ طب هذا اخنوخ مين هو؟ هذا اخنوخ مين هو؟ بقول لك اخنوخ ذكروا الكتاب المقدس، خلينا نقول العهد القديم، العهد القديم، ايش بنقصد بالعهد القديم؟ التوراة وما لحقها من كتب، التوراة وما لحقها من كتب، او بالذات يعني بدنا نحدد اول سفر في التوراة بسموه سفر التكوين. سفر التكوين بذكر اولاد ادم عليه السلام، من ضمنهم واحد شو اسمه؟ اخنوخ. اخنوخ هذا بيكون ادم عليه السلام جده السابع، جده يعني لما بتعد ادم واحد بيكون هو السابع، اخنوخ. طب شو اللي جعلهم يقولوا انه ادريس هو اخنوخ؟ وانا اضطريت اتحدث اليوم ليش؟
لأنه بتفاجأ كتب كثيرة وماشية بين المسلمين. إدريس أخنوخ أبوهم الناس، إنه منعرف عن إدريس اللي بيقولوا عنه أخنوخ هذا وزمنه. طيب هذا مأخوذ من سفر التكوين أخنوخ. طب شو اللي جعلهم يقولوا إنه أخنوخ؟ مذكور في سفر التكوين اللي هي التوراة، يعني أول سفر في التوراة المزعومة. شو مذكور؟ مذكور بهذا الشكل عنه أخنوخ. هو على فكرة حتى بقولوا انه عمره تقريبا 365 سنة، هذا بلفت الانتباه، على قد ايام السنة، اضرب كل يوم بسنة 365 عاش أخنوخ. طيب هذا الرجل سار مع الله، طيب معناته كان صالح، سار مع الله ولم يوجد، لأن الله أخذه كمان مرة. هذا بس كل العبارة اللي واردة في إيش؟ في سفر التكوين، إنه عمره 365، مين أبوه، ولد مين، ذاكرين. طيب سار مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. في بعض النصوص اللي هي في الآن بدنا نترك التوراة ونروح للكتب المسيحية، هم بيقولوا الله نقله. فبالتالي في فرق الآن من المسيحية بتقول فيش أي دليل إنه أخنوخ رفع، في ناس مؤمنين إنه أخنوخ رفع وأنه هذا معنى أخذه الله. لم يوجد لأن الله أخذه، لم يوجد لأن الله نقله. طيب إيش اللي جاب إنه هذا إدريس؟ كأنهم لما شافوا في سورة مريم عنا رفعناه مكانا عليا، دوروا مين ممكن يرتفع، مين لقوا؟ واحد عند أهل الكتاب، عند اليهود واحد، عفوا عند اليهود مرفوع اثنين، على فكرة كتب من يجي الثاني، عند اليهود مرفوع اثنين، مش كلهم بيؤمنوا طبعا انه اثنين، لأنه أخنوخ هذا مسألة إيش مش متفق عليها انه رفع، وإنما عندهم اللي رفع إيليا عند اليهود مرفوع. وفي عيد الفصح على فكرة بعض اليهود، بعض فرق اليهود في عيد الفصح لما بيبدوا يعني يحتفلوا بالعيد بيتركوا مقعد فاضي مشان إيليا، لأنهم بيستنوا إيش؟ نزوله إيليا. طيب إذا منين جبتوا لنا أخنوخ أنتوا؟ لمجرد أنه سار مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. طيب إيش عرفنا أنه إدريس؟ إيش عرفنا أنه إدريس؟ الأغرب من هذا، شوفوها الأغرب من هذا، بتقولهم اسمعوا، مش أنتوا بتقولوا هو جد نوح، وهو من نسله مين طلع؟ نوح، نسله القريب، يعني هو جد نوح عليه السلام، أو جد أبوه، جد أبو نوح. إذا نوح من نسل مين؟ أخنوخ. طيب لاحظوا، شوفوا مرات كيف إحنا لما نتصرف بطريقة عجيبة، تيجي بتقولهم يعني معناته بطلع الرسول صلى الله عليه وسلم من نسل نوح ولا لا؟ بلى من نسل نوح. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم من نسل أخنوخ ولا لا؟ ما هو أخنوخ جد أبوه لنوح، تمام؟ إذا الرسول من نسل مين؟ من نسل نوح وأخنوخ. أخنوخ، طيب ممتاز، موافقين. ليش لما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صعد في ليلة الإسراء والمعراج، المعراج لما أول في السماء الأولى مين وجد؟ آدم. شو قال له آدم؟ مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شو قال له؟ بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي السماء السابعة وجد مين؟ إبراهيم عليه السلام، الأولى والسابعة. شو قال له إبراهيم عليه السلام؟ مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأنه رسول من نسل إبراهيم ولا لا؟ طيب إدريس شو قال له؟ قال له مرحبا بالأخ الصالح.
بالأخ الصالح والنبي الصالح. ليش قال له بالأخ؟ أنت ملاحظين؟ كان لازم يقول له طالما من، إذا كان إبراهيم قال له الابن، وطالما بتقول نوح يعني هو أخ نوح جد أبوه لنوح، معناته شو كان لازم يقول للرسول في الحديث الصحيح؟ بالابن الصالح. عارفين شو قالوا؟ وهذا اللي بكيدك كمان، كي بقول لك هذا اللي بكيدك، مليان الكتب بأخ نوح، وهالحديث هيو فيش عندكم دليل انه أخ نوح إدريس؟ ها، وهيو هون في السماء الرابعة، ما هو بعطي رسائل الرسول لما روالك الحديث بعطي رسائل. ليش عم بقول إدريس مرحبا بالأخ الصالح زي باقي الأنبياء على فكرة اللي قالوا الابن الصالح؟ اثنين، آدم، ما هو في السماء الأولى، أذكركم في السماء الأولى آدم عليه السلام، في الثانية عيسى ويحيى، وهي لها معنى، اثنين الوحيدة اللي فيها اثنين، في الثانية اثنين، الثالثة يوسف، الرابعة إدريس، الخامسة هارون، السادسة موسى، حتى موسى وهارون مش مع بعض يعني. طيب السابعة إبراهيم، كلهم قالوا أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح إلا آدم وإبراهيم، مفهوم مش هيك؟ عارفين شو جاوبوا؟ بدهم مشان يقولوا إنه هو أخ نوح. طب ليش؟ يعني منين جبتوا؟ أعطوني بس دليل بسيط. قال يبدو إنه هو يعني نوع من التواضع، نوع من التواضع، بده يقول له يا أخوي، يعني الأب بتواضع لابنه لما يقول له يا أخوي، يقول له يا أبوي. ها؟ قال تواضع. واللي أنكى من هذا إنه بعضهم شو بيقول؟ قال بجوز الراوي نسي، الراوي اللي روى الحديث نسي، كان لازم يقول أهلا بالأب بالابن الصالح. شوفوا بالله. طيب ممتاز، بتباطحوا ليش؟ لأنه عندكم دليل، يعني قصدي 1% إنه أخ نوح هو إدريس، تنكم تقعدوا كمان تعترضوا على الحديث الشريف، وكمان تتدخلوا وتقولوا إدريس يعني نوع من التواضع، وبعضكم يقول لا يبدو إنه الراوي ناسي. هذا متأكدين معناته إنه أخ نوح منين يا أخوي؟ طب ما هو هذا أخ نوح وهذاك إدريس، هذه بتكفيش؟ هذه بتكفيش إنه اسمه إدريس؟ إذا بتكفيش خذوا، سبق إذا بتذكروا قلنا إنه في سورة الصافات مثلا الله سبحانه وتعالى تحدث عن نوح ثم قال سلام على نوح، تحدث عن إبراهيم عليه السلام سلام على إبراهيم، تحدث عن موسى وهارون سلام على موسى وهارون، ثم لما وصل إلياس شو قال في الأخير؟ سلام على الياسين، الياسين مش علياس، الياسين، نوح سلام على نوح، سلام على إبراهيم على موسى وهارون، هون الياسين. طيب لاحظوا، جاء ابن مسعود في قراءة تفسيرية، أنو بن مسعود الصحابي اللي بتنقل كثير من كتب التفسير، كثير من كتب التفسير كلام ابن مسعود، إنه ابن مسعود لما قرأ إن إلياس لمن المرسلين فسر وقال إن إدريس لمن المرسلين، ولما قرأ سلام على إلياسين شو قال؟ سلام على إدراسين. ولذلك في جزء من أهل التفسير قالوا إدريس هو إلياس، إدريس. ها طيب ماشي ماشي، يعني إدريس هو إلياس، في هاي صحابي وقرأ قراءة تفسيرية ولا يعقل الصحابي منه يجيبها، الصحابي منه مش معقول مش معقول. طب انتم منين جبتوا أخ نوح يا أخوي؟ مدام قبلانين تغيير الاسم انتم بهذا الشكل. طيب لاحظوا، خليني اوقف هون شوية، احنا جينا فحصنا في المصحف شو قلنا؟ لاحظوا، قلنا اذا كان فعلا على قراءة ابن مسعود وهو ما ذهب اليه بعض اهل التفسير خصوصا اللي عندهم توجه سلفي،
بيذهبوا انه ادريس هو نفسه مين؟ الياس، هو نفسه الياس. قلنا في ذاتنا هيك، لاحظوا اولا سورة الانعام وسورة الانبياء. سورة الانعام تقريبا في اربع ايات، تقريب اربع ايات بذكر 18 نبي او اكثر، 18 نبي قصدي ايات ورا بعض، ايات ورا بعض في سورة الانعام بذكر 18 نبي، هم اصلا انبياء كم؟ 25. طب الان بدوش يذكر محمد صلى الله عليه وسلم، هي صفة 24 بما فيهم ادم، تمام؟ ال 18 نبي اللي يذكروا، لاحظوا يذكر فيهم الياس ولا يذكر ادريس. شوف هذا من علامات انه ممكن يكون قراءة ابن مسعود ايش؟ يذكر الياس ما يذكرش ادريس، لانه لو ذكر في الايات وادري مثلا والياس وموسى وادريس خلصنا، معناته ادريس غير عن الياس. 18 في الياس ما فيش ايش؟ طيب بنروح لسورة الانبياء، 17 نبي مذكورين في التسلسل في القصص، 17 في ادريس فيش الياس، في ادريس فيش الياس. طب شو احتمالها؟ انتبهتوا في السورة هاي يذكر 18 يكون في مثلا الياس ما فيش ادريس، في السورة هاي يذكر 17 في ادريس فيش الياس، ولم يجتمع ادريس والياس في سورة واحدة. اربع مرات ورد، مرتين ادريس مرتين الياس في اربع سور، لانهم لو اجتمعوا في سورة واحدة شو معنى؟ يعني ما يخلص من قصة واحد يجي قصة الثاني، شو المعنى؟ هاي اول مؤكدات او قصدي يعني بتدعم القول بانه ادريس هو ايش؟ مش مجتمعين بسورة واحدة. هاي واحد. اثنين، انتم ما ملاحظين انه اثنين منتهيين بالسين؟ ما ملاحظين ان اثنين منتهين بحرف السين؟ ادريس الياس. شو يعني؟ يعني هذول منتمين للغة نفسها، للغة نفسها. ها؟ للغة نفسها. طب شو السين هاي؟ شوف في نبي مشهور كثير عند اليهود والنصارى اسمه ايليا، تاريخه برجع القرن التاسع قبل الميلاد، هيك تقدير يعني 800 وإشي، قولوا 875 ممكن أي شيء زي هيك قبل الميلاد. هذا شو اسمه؟ إيليا. إيليا هذا إيليا معظم أهل التفسير يقولون هو إلياس. إيليا اللي عند اليهود وعند النصارى موجود هو إلياس. لقيت نشوف ليش إيليا جاء وكانت بني اسرائيل على فكره في هذا الفتره في زمن خصوصا ملك اسمه اخاب، اخاب بعض الناس بلفظها اخاب، لا هو اخ او اخاب، اخاب اخو اب، اخو اب اب يعني اب. طيب هم بيقولوا بالعبري يا عماد اخ ولا اخ؟ اخ. اذا هي ممكن اقرب اخاب. طيب هذا الملك كانت مسيطرة عليه مرته، وكانت مرته شريرة، وجاء إيليا فيها في زمن هذا الملك، كانوا بيعبدوا البعل يعني صاروا منحرفين عن الدين. شوف موسى 1200 يعني بعد 400 سنة كانوا صاروا أو أقل من 400 كانوا صاروا منحرفين وعبدين البعل، صاروا عبدين البعل. طيب فجاء هذا إيليا وقاوم عبادة البعل، قاوم عبادة البعل. وإنه قصة طويلة، قصة طويلة، قصة طويلة، لكن الملفت للانتباه إنه في إله تلميذ اسمه عندهم بلفظ بهذا الشكل أليشع، وإحنا قلنا السين، السين مرات في العبري تتحول لشين بشك، يعني ممكن أليسع يعني ممكن هو أليسع. ممكن أقصد بالإمكانية، لأنه وارد أنه الشين تتحول لسين، بس هذا اللي بدي بشيك في العبري. طيب لاحظوا الآن، طب ما في عندنا اليسع، في اليسع ولا ما فيش؟
ما ملاحظين الغريب في الموضوع؟ إيليا إله تلميذ صار بعده نبي، إيليا إله تلميذ صار بعده نبي اسمه أليشع، وقلنا السين مرة الشين إيش؟ السين عندها بتتحول لشين، يعني ممكن هو أليسع، القرآن قال إلياسع. يعني والله لو قلنا اليسع هو أليسع مقبولة، أما أخنخ إدريس هيك بدون دليل إيش هذا؟ طيب وبصير نبي بعده على فكرة، وبصير إليسع هذا أو إليشع هذا بيكون بأعمال كثيرة بعد أستاذه إيليا، وبكونوا ماشيين هم اثنين مع بعض عند نهر الأردن، عند نهر الأردن بمسك إيليا ثوبه وبضرب الماء نهر الأردن فبفتح الماء وبعبر، وبعبر مين معاه؟ إليشع. ثم تأتي لحظة خيول من نار بتجر عربة نارية وتخطف إيليا إلى السماء، تخطف إيليا إلى السماء، فإيليا عندهم إيش؟ مرفوع، ولذلك أغلبهم بنتظروه واليهود بالذات. إحنا قلنا إنه التوراة خمس أسفار ملحقات اللي بعدها، كل هذا اسمه إيش؟ كل هذا اسمه العهد القديم. آخر كلمات في العهد القديم في سفر اسمه ملاخي، آخر كلمات في العهد القديم في سفر اسمه ملاخي هو الكلمات التالية: ها أنا، لاحظوا، ها أنا أرسل إليكم. هذا آخر كلام في العهد القديم، بعده ما فيش كلام. آخر سفر هو سفر اسمه ملاخي، وآخر كلام في سفر ملاخي الكلام اللي بدي أقوله: ها أنا أرسل إليكم إيليا النبي. شوف هذا الكلام، إيليا النبي، وإيليا إله مرفوع قديش؟ مئات السنين. ها أنا أرسل إليكم إيليا النبي قبل أن يجيء يوم قضاء الرب الهائل العظيم، يعني قبل يوم إيش؟ القيامة. إذن هم بيقولوا إنه بيجي إيش؟ إيليا قبل يوم القيامة. شو بيعمل؟ طبعا إيليا لما بيرسلوا الله قال فيرد قلب الآباء على أبنائهم وقلب الأبناء على آبائهم، كأنه بيكونوا إيش؟ يعني صارت في قطع أرحام وفي كمان عقوق وفي تفاصيل، فهو إيش؟ فيرد قلب الأبناء الآباء على أبنائهم وقلب الأبناء على آبائهم، وبذلك يختم التوراة كلها والعهد القديم اللي هو سفر ملاخي. إذن هم يعتقدون برجوع مين؟ برجوع إيليا. وقلنا في عيد الفصح بعض الفرق اليهود تترك مكان فارغ لإيليا الذي جاءت، قلنا خيول نارية بتقود عربة نارية وأخذته، يعني ظهرها نار طبعا، وأخذت إيليا إلى السماء. إيليا طب وإيش الإس هاي؟ ما هو نفسه الياس، إيش الإس هذه؟ أيوة، شوفوا في اللغة اليونانية السين في اللغة اليونانية علامة رفع العلم المذكر مش المؤنث، فبقولوا أرسطوطاليس، بابندريوس، كراماليس، هيركوليس، شك إلى آخرها إلياس. ولذلك معظم أهل التفسير عندنا بيقولوا إيليا هو إلياس، وخصوصا إنه جاء إيليا يقاوم عبادة إيش؟ البعل. طب ولما تحدث الله في سورة الصفات عن إلياس شو قال على لسانه؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. شوف بذكرهم بآبائهم اللي كانوا محترمين. لاحظوا إذا فعلا جاء التقوا، هاي التقى الاسم إيليا بس بقيت السين مع إيش؟ مع كونه بقاوم هنا في التوراة بقاوم البعل في العهد القديم، وهون في القرآن تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. وقلنا إذا في اليونانية هذه السين بتلحق
وده الاسم العلم المذكر. وانتم بتلاحظوا في الاصل انه دايما الاعلام بتكون مرفوعة ما لم يأتي ناصب او جار، فاذا هو ايه وبضيفوها بصير اسمه ارسطوطاليس كراماليس مشيش وهكذا. وبتقولوا لي شو جاب اليونانية؟ العلاقة كانت بين اليونان والمنطقة هاي كلها علاقة وطيدة جدا. وانتوا بالكم الاسكندرية ما هي اسم اسكندر المقدوني مثلا 333 قبل الميلاد لما جاء على المنطقة، اسكندر قبل الميلاد 333 قبل الميلاد اسكندر. تفاصيل طويلة. ومن الشغلات اللي تفاجأت فيها وانا بدرس في موضوع قريب من هذا، لاحظوا هناك من يقول ويحاول ان يثبت انه 70% من جذور اللغة اليونانية عربي في اصله، عربي كان في علاقات قوية جدا 70%. ولحد الان في عالم الارقام في عالم عفوا الحروف هم بيقولوا الفا بيتا دلتا حروفنا، وبياخذوا حروف ومقابلها العدد اللي بنعطيه احنا 1 2 3 اللي عند 10 بعدين اشيل جمل، موجود عند اليونان ومنهم انتقل للانجليزية وغيرها. واذا بتذكروا مرة لما تحدثنا كيف انه لحد الان معظم او كل الابجديات الموجودة مأخوذة عن العربي، يعني شو من الابجديات يعني طريقة كتابة اللغة بأكم رمز. وقلنا من اثار العربية في الانجليزية مثلا لما تيجي تقول انت في الترتيب KLMN تكتشف ان هاي كليمون، مش احنا منرتب ابجد هوز بعدين فيها كليمون KLMN كليمون QRST كوريشت AB أبجد، ما هي من آثار العربية في اللغات. إيش هذا موضوعنا مش موضوعنا الآن. هذا السين وين موجودة على فكرة في القرآن الكريم في أسماء الأنبياء؟ إلياس إدريس يونس، في غيرهم وين؟ يوسف ويحيى كمان. طيب ماشي، إدريس إلياس وأصلا يونس، هذا موضوع سبق تحدثت فيه بس لا بأس. يونس أصلا هو عند اليهود اسمه يونا وعند المسيحية اسمه يونان. يونا ضيفوا لها الاس مشان يكون علم مذكر مرفوع، ضيفوا لها الاس يونس. انت ملاحظين يونس؟ شوف دقة القرآن. طب ويونان اللي عند المسيحية؟ يونان على فكرة العلم اذا نودي ينصب بالنون، فكأنه هون اسمه عند المسيحية يونان منادى. انتوا لاحظين يعني هو اصلا يونا يبدو يوناس، لما ينادى بيكون منصوب بالنون يونا. وعلى قضية يونس هذه فيما بعد بلكي تحدثنا فيها، لاني مرة رفعت تلفون لشخص من قرايبنا له عايش سنين طويلة في اليونان بدون ما اقول له ليش انا شو اللي ببحث فيه. انا سألته بقول له البحر هذا اللي عندكم شو اسمه؟ شو بقولوا له اليونانيين؟ قال يونيوس. شوفوا يونيوس، دققوا معي شوية تعرفوا موضوع شو اسمها البلاد هذيك؟ يونان. شو اسمها البلاد هذيك؟ يونان. طب ما هو اسمه يونان، طب ليش سميت يونان؟ هل كنت ندخل في موضوع تاني مش موضوعنا هذا. نرجع هون. طيب إلياس إلياس القرآن قال إلياس، لكن لما أجا يسلم عليه شوفوا كيف كتبه إلياس. لكن بما أنه الكتابة هاي من قول توقيفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا أكيد، لاحظوا كيف مكتوبة إل سلام على إل ياسين فصل إل، مع أنه في اسم إلياس مكتوب كلمة واحدة إلياس كلمة واحدة، لكن لما أجي أسلم عليه شو قال؟ سلام على إل ياسين إل ياسين فصل. لأنه الإل معناها الرب الإله، بيت إل بقولوها إل مش هيك في العبري إل، إحنا منقول إل في العربي. هل هي عربية فصحى؟
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، من ضمن معاني إلا ربا إلها، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إل 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 ياس إل ياسين. بس اليوم هذا مش موضوعنا. طيب ولكن صار واضح. طيب وعبد الله بن مسعود بيقول انه الياس هو ادريس. صار معروفة الاس اللي موجودة. اذا بنتموا للغة نفسها ولا لا؟ بنتموا للغة نفسها ولا لا؟ هيو السين علامة. اذا هو ادريس. يعني في احتمال ادري يكون صاحب القدر يا عماد في اللغة العبرية قريب من هيك. ادري يعني قدري، قدر، قادر، ادري يعني صاحب القدر، ممكن ادري ادريس. تمام. فهو اسمه ادريس، لكن بعد حادثة الرفع صار الياس. ال طبعا لو كان موضوع اليوم الياس كان ممكن فصلنا. طيب زي قضية يعقوب عليه السلام بعد حادثة معينة شو صار؟ اسرائيل. اسرائيل فسرناها اذا بتذكروا. كيف لما نقول احنا عبد الله، عبد الله او عطى الله، بس ممكن بعض الناس يقولوا الله اعطى نتنياهو. شو معناها نتنياهو يا عماد؟ عطى الله، عطى الله، عطى الله نتن ياهو. مرات العكس، الله اعطى، الله اعطى ايل يا ممكن. طبعا مش المقصود اعطى هون الان، بس على قضيه انه 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 في المضاف والمضاف اليه ايل بتيجي بعدين، زي بيت ايل، اسرائيل، جبرائيل، جبرائيل، لاحظين؟ لكن هون إيل يا، فهذا معناته السر في يا، السر في يا. طيب فهون على فكرة في تفاصيل طويلة، لكن احنا منميل الآن في دراستنا في مركز نون انه فعلا هناك كثير أدلة على انه الياس هو إدريس، وانه في أصله إدريس ثم بعد حادثة الرفع صار إيل يا. تمام؟ اللي بينتظروه هذا إيليا، انتبهوا الآن، إيليا هو نفسه. ولذلك مش غريب قبل شوي انه قلنا اللي مرفوع عند اليهود شو اسمه؟ إيليا. والمرفوع عندنا في سورة مريم مين؟ إدريس. اذا رفع حقيقي برضو ممكن، لانه رفعناه مكان عليا انه إدريس. طب ابن مسعود بيقول إدريس هو الياس، والياس مرفوع عند اليهود في الحادثة المشهورة وكان موحد ويقاوم عبادة البعل. اذا هي صار اثنين مرفوعين. اخنخ فيش دليل اطلاقا، انما في اثنين مرفوعين، واحد بنتظروا اليهود واحد بنتظروا النصارى. اليهود بنتظروا ايليا، وبعض النصارى بنتظر ايليا، بعض النصارى بنتظر ايليا، وبعضهم بقول لا ايليا خلاص ما برجيش. طب بنقول لهم ليش؟ لاحظوا الآن في نص، في نص في الإنجيل، قصدي الأناجيل اللي بين إيديهم، بين إيديهم، وجدت إنهم بترجموه طريقة مختلفة، وكأنه الترجمة المختلفة حسب وجهة نظرهم. فبدعطيكم ترجمتين للنص هذا. المسيح عليه السلام قال، يخاطب تلامذته ويقول عن، عن مين؟ عن يوحنا. مين يوحنا؟ يحيى، يحيى عليه السلام. شو بيقول لهم؟ هو عن مين اذا؟ هو عن يحيى. هو ان شئتم ان تفهموا، شوفوا ان شئتم ان تفهموا، هو ان شئتم ان تفهموا ايليا، ايليا المزمع ان ياتي. اذا معناته حسب النص هذا ايليا حتى في الانجيل بده يجي. لاحظوا العبارة كمان مرة، هو ان شئتم ان تفهموا، ان شفتم ان تفهموا ايليا. عن مين بيحكي؟
أن يحيى. طب ما هو إيليا قبله بمئات السنين، 800 قبل الميلاد، ويحيى بعد الميلاد، تمام؟ كيف بده يكون هو إيليا؟ معناتك بدك تحللها من عنده، إنه بقول لهم إن شئتم أن تفهموا، هو إن شئتم أن تفهموا إيليا المزمع أن يأتي. في ناس ثانيين شو مترجمينها؟ شو مترجمينها؟ إن شئتم أن تصدقوا إن يوحنا هو إيليا. لحظة، إن شئتم أن تصدقوا بدل أن تفهموا، في ناس ترجمينها تفهموا وناس ثانيين ترجموها تصدقوا. إن شئتم أن تصدقوا إن يوحنا، إن يوحنا هذا هو إيليا الذي كان رجوعه منتظرا. في فرق كبير، المزمع أن يأتي والذي كان رجوعه منتظرا. إذا كان رجوعه منتظر معناته هيو يحيى، هو إيليا نفسه. بهذه الطريقة فحاولوا بعض النصارى يقولوا خلصنا الآن ما بيرجعش يوم القيامة إلا المسيح، لأنه إيليا أجى عبر عنه يحيى، فيحيى كان معبر عن شخصية إيليا اللي بدها ترجع، فما عادش بلزوم لرجوع إيش إيليا، فبيعتبروا وجود يحيى مقدمة من مقدمات المسيح. لحظة، وجود يحيى مقدمة من مقدمات المسيح، لأنه مش أجى قبله بشوي وكان يبشر فيه، خلاص هيو اللي بيش، هذا هو كاين نبوءة إيليا. في حين هو قبل يوم، لا، هذاك بيكون مقدم للمسيح قبل يوم القيامة. لذلك إذا بدنا نرجح بينهم هم، لا، القول هو إن أردتم أن تفهموا، إن شئتم أن تفهموا، هو إيليا المزمع أن يرجع، هو بده يجي. من كان له أذنان فليسمع، هيك قال لهم، يعني افهموا واسمعوا. معناته صفة هاي في قضية إيليا، آخر كلام في العهد القديم انه بيرجع، وهاي في كمان نصوص في الانجيل، في الانجيل المزعوم برضو بتقول انه بيرجع إيليا. مين اللي هو إيليا؟ إدريس، إلياس. اذا معناته ممكن القرآن لما قال بس اثنين قال رفعهم، بس اثنين، العجيب انه هدول اثنين فعلا، عيسى عليه السلام النصارى بيؤمنوا انه رفع، وإلياس اللي هو إدريس اليهود بيؤمنوا انه رفع، هذول الاثنين اللي قال عنهم رفعوا، وبالتالي ورفعناه مكانا عليا، معناته فعلا هو مرفوع إدريس، ورفع الى السماء الرابعة، مش هيك؟ رفع الى السماء لانه الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإعراج، إسراء والمعراج، تحدث عن مين؟ إدريس. والشو قال له؟ مرحبا بالنبي، بالأخ الصالح، والنبي الصالح معناته انتهى موضوع أخ نخ، هذا أخ صالح معناته. ولذلك هو الأرجح طبعا زي ما قلنا، ما هو زمن يقدر زمن إلياس اللي هو إدريس، اللي هو إدريس، واللي فيه أدلة كثيرة الآن مش وقته، على أنه فعلا يبدو أنه هذا هو الصح، أنه زي ما عندنا يعقوب وإسرائيل ومحمد وأحمد ويونس وذنون بشيك، وإدريس والياس بنتموا للغة نفسها. لاحظوا على السين، السين العلامة رفع مذكر، وبظل يونس بس هو الوحيد الثالث اللي فيه السين، واللي سميت بلاد اليونان أصلا باسمه يونان، مش عرفنا باسمه الآن، مش موضوعنا يونان، وليش علامة ليش يونان بالنون يعني منادى بشيك يونان. طيب قديش ضايل يا عماد وعندك في التسجيل؟ خمس. اذا نستمر معناته بيمشي. طيب اذا بهذا الشكل، اذا بتلاحظوا موضوع نزول عيسى مش فقط عيسى يبدو، وفي مقدمة إله، المقدمة إله مين؟ إلياس. لانه القرآن تقريبا نقدر نقول انه لمح إله، وعند اليهود وأكدتها النصارى، يعني كيف اتفقوا برضو على الموضوع اثنين هم. طبعا بتعرفوا انتم النصارى بيؤمنوا في الكتاب المقدس اصلا، بس في منهم الان ناس فسر القضية بحيث انه لا ما بيؤمنش برجوع الياس، وفي منهم الان لا بفسرها انه الياس اللي هو إدريس راح يرجع قبل يوم القيامة. الان الرجوع شو حكمنا على عقيدة النصارى في قضية انه هو يوحنا؟
مين؟ أما شو ممكن يكون المقصود إذا الكلام صحيح إن هذا هو إيليا؟ لأنه غريب اللفظ هذا، المزمع أن يأتي، اللي ناوي يجي يعني. لأنه ممكن يكون أصلا، بس هذه القضية حتى نبت فيها، ممكن يكون المسيح عم بفسر معنى إيليا. إيليا إيل يا يعني الرب، يا في احتمال يا هون بمعنى يعيد يرجع، الرب يرجع، الرب يعيد، لأنه اللي طلع مين يعيده؟ الأمنية اللي صارت عند الناس إيش؟ أن الرب يعيده، أن الرب يعيده، فأطلق عليه على ما يبدو إيل الرب يا هون. يا في اللغات السامية هاي، وجدت مرة في ناس في بعض اللغات السامية ممكن الياء بمعنى يرجع أو يعود، بس هذه بدها تأكيد أكثر من ناحية علمية. فإذا هو لاحظوا، إذا هو كأنه المسيح كان يفسر لهم، قال لهم إنه هذا هو الذي سيعيده الرب، ولذلك سميت، ممكن يكون تسمية القدس إيلياء مش زي ما بقوله، لأن هي أرض المحشر والمنشر أصلا، إيلياء القدس، مش هي القدس تسمى إيلياء برضو؟ في لها في التاريخ بيقولوا سميت إيلياء للاعتبار كذا كذا، بس كلها لها علاقة بالياس أصلا. طب وهي أرض على فكرة، الرفع من وين كان هو بشكل عام؟ إذا بتلاحظوا من الأرض المباركة بشكل عام، الرفع حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع، لأنه ليت الإسراء والمعراج تعتبروه رفع ولا ما بتعتبروهوش؟ رفع، بس هذا الرفع رجع الرسول في نفس الليلة، في الليلة نفسها، في الليلة نفسها المسيح يرجع بعد. أما رجوعه، إذا بتلاحظوا أهم قضيتين في رجوع المسيح، نيجي الآن أهم قضيتين في رجوع المسيح، لاحظوا إنه أولا ينهي أكبر فرية في التاريخ البشري، إنه الله له ولد، يلغي ويقتل صاحب أكبر فتنة في التاريخ البشري. هاي تنتين، مين يقتل الدجال؟ وعلى فكرة هذول اللي بينكروا النزول، نزول المسيح، هم نفسهم اللي بينكروا الدجال كمان، بدهم يضطروا ينكروا الأحاديث الصحيحة في الدجال، وهم نفسهم اللي بينكروا المهدي كمان، ومضطرين ينكروا أحاديث المهدي. شوف لما بصير الانحراف، الانحراف بيكبر بيكبر، بيروح محلات بعيدة طبعا، مضطرين يقولوا وبينكروا يأجوج ومأجوج كمان، لأنها مرتبطة يأجوج ومأجوج بموضوع المسيح ونزوله، بشك والدجال مقتل المسيح، معناته ما صح من أحاديث الدجال بينكروها، ما صح من أحاديث يأجوج ومأجوج بينكروها، وما صح في المهدي ينكروه، وما صح في الرفع ينكروه، وهذا ممكن ينعكس فيما بعد عن الدين، ويصير من أسهل ما يمكن، شو ما بدي أنا بأخذ، شو ما بدي برفض، أما أقول أنا بدي شأ منه انتهى الموضوع، أما بدي يلزق حاله لأهل الإيمان ويأخذ على خاطره. أما المسيح لما بينزل، لاحظوا شو بيعمل، أعظم فرية في التاريخ بنهيها. اثنين، أعظم فتنة، مش الرسول قال صلى الله عليه وسلم إن أعظم فتنة راح تواجه البشر المسيح الدجال، مين اللي بينهيها؟ المسيح. بس ما ملاحظين أنتوا، في بعض الناس لفت الانتباه، إنه ما بتلاحظوا إنه المسيح عليه السلام بيشبه آدم فعلا كثير؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم اللي في يوم الأيام رفع ثم أنزل، والمسيح إيش؟ رفع وبينزل. الأول آدم عليه السلام بينزل من أجل الخلافة، والثاني بينزل مشان إيش؟ إعلان عن نهاية الخلافة في الأرض. وإحنا سبق في الإعجاز العددي لاحظنا في علاقة قوية جدا في الجانب العددي مدهشة بين آدم والمسيح عدديا حتى، بس هذه مش كل الناس بيصلحوا المساجد يعني إنه نقعد نفصل فيها، بس في علاقة